هذه الثلاجة أنا صح اشتريتها، بس هي فخر لكل الحارة، هي فخر لكل الوطن. أخوي أبو محمد ركز معي، كبسة بتطفي ثلاجة وبتخلي الفريزر شغالة، كبسة منها بتطفي الفريزر وبتخلي الثلاجة شغالة. ويل ما شاء الله عليها. أيوة احسدها يا أخوي، ما أنت وجهك زي الغراب. شو يعني أنا بومين؟ أنت ألعن من البومين، ليش لابس النظارات في الدار؟ هاي برستيج زي سمير غانم. أحيا بايخ، افسخ غبر. أنت وسمير غانم بتاعك له 20 سنة في نفس الباروكة سمير صاحبك. أبو علي ركز معي يا أخوي، الحلو فيها تخيل اللي فريزر بتقدر تحولها لثلاجة وتطفي كل الثلاجة تحت، بتوفر كهرباء، وغير هيك أكثر ثلاجة بتحافظ على الإشي افرش يا زلمة. إشي لا يصدق يا زلمة، هذه الثلاجة مش معقولة، بشرف أمي ما هي معقولة. نفسي فيها، بدي أشتري وحدة زيها. نفسك فيها، المطور ريحته طلعت من عينيك، تفضل افسخ غبر يا كليل، ما أنت من الغيرة زي نص نصيص زي الكونفود. أنا بطلع لحالي يا أخوي. بالضبط، لأنه ما حدش طايقك في كل الحارة، في كل الوطن مش طايقينك. وانت شو بتسوي جوا؟ عشان اضلني فريش وكول، سكر طلعت البرادات. انت طالب بالثلاث لانه الثلاجه انعم منك. بدي اكمل الاعلان، اهدي شوي. توين كول، توين كول هي الافضل. توين كول بتكمل اراح العمود الفقري. حلوت على الاخر، حلوت. عماد اسمها توين كولينج مش توين كول. ثلاجه سامسونج توين كولينج من شركه ابناء حكمه ياسين.